بسم الله الرحمن الرحيم. اولا التحيه للتقريش على التغطيه ديال هذا الدوري. الدوري المرحوم سعيد بن القلا اللي كيجي اليوم اطار تشريد ذكرى رحيل الحكم الدولي السابق المرحوم سعيد بن القلا ابن مدينه تفلت اللي عطى للرياضه المغربيه والتحكيم المغربي والعالمي اشياء كثيره. اليوم احنا في المركز الرياضي والقرب الذي يحمل اسم المرحوم سعيد بن القلا منظم هذا الدوري اعترافا اولا بما قدمه المرحوم للرياضه الوطنيه وكذلك اطار الخلق جو من التنافس والتنافس الرياضي ما بين الفرق والمدارس الرياضيه المختصه في كره القدم بمدينه تفلت حيث ان الدوري يعرف مشاركه المع المدارس والفرق التي تنشط بمدينه تفلت والدوري كذلك هو مقسم الى فئتين فئه البراعم مواليد 2005 2006 وكذلك فئه الصغار 2003 2004 طبعا اليوم انطلق افتتاح الفئه ديال البراعم ثلاثة اليوم بالنسبه للفطور المسائيه وبعد الظهر كذلك انطلق الفئه الثانيه فئه الصغار بملاعب القرب بالداليه ثم يوم غد ان شاء الله المقابلات النهائيه الخاصه بالفئتين معا هنا بمركز الصفوي القرب سعد بن القلا. إذن كما قلت هذا الدوري يأتي في هذا الإطار، إطار أولا تعميم الممارسة الرياضية وخلق فرص للفئات الصغرى من أجل الاحتكاك فيما بينها، ثم أيضا اعترافا وامتنانا بما قدمه المرحوم سعد بن القلا للرياضة الوطنية ولمدينة تفلت كذلك اسم يعني خلد اسم مدينة تفلت لأنه ارتبط اسمه بمدينة تفلت، ونحن نريد كذلك أن يستمر هذا الاسم حاضرا معنا كأبناء لهذه المدينة. وكذلك يحز في نفسنا بهذه المناسبة أن الجهات الرسمية والوسائل الإعلام الرسمية أو الغير رسمية كذلك مرت مرور الكرام على ذكرى وفاة المرحوم التي تصادف 15 يونيو كل سنة. نحن أبينا إلا وأن نخلد لهذه الذكرى وأن نذكر أولا الرأي العام الوطني والرأي العام المحلي وكذلك ترسيخ اسم المرحوم لدى كل الفئات الصغرى والناشئين بصفة عامة. وشكرا لكم.